وللحديث حول مستجدات الملف الإيراني معنا من غازي عنتاب الباحث المتخصص بالشأن الإيراني السيد مالك الحافظ، مرحبا بك معنا. تحية طيبة لكم. نبدأ من التسريب المنسوب لوزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وهو يشكو من هيمنة سليماني على السياسة الخارجية الإيرانية. كيف يمكن قراءة حديث ظريف وما سر خروجه في هذا الوقت؟ يعني في الحقيقة سر الخروج هو يرتبط بأمرين مهمين، سواء ما يتعلق بالمفاوضات غير المباشرة في فيينا وأيضا الانتخابات الرئاسية في تموز المقبل. أعتقد أن ما حصل في هذا التسريب هو يدل بشكل واضح وصارخ جدا أن هناك صراع كبير بين التيار المتشدد والتيار الإصلاحي. واضح أن هناك رغبة كبيرة من ناحية هذا التيار المتشدد بتأجيل أي اتفاق خلال هذه الفترة، مناورة إضافية مع الجانب الأمريكي للقول أن العسكر فعلا هم من يحكمون، التيار المتشدد هو من يحكم سواء المفاوضات أو شكل النفوذ الإيراني في المنطقة بالعموم. كل هذه النقاط التي يسعى لها هذا التيار ستصب في نهاية الأمر لخسارة التيار الإصلاحي، ممكن دعم الحاضنة الشعبية له أو حتى أصوات انتخابية في الفترة المقبلة. أعتقد أن هذا المخطط هو مدبر، ليس تسريبا بمعنى التسريب الذي كان مفاجئا لسلطة التيار المتشدد بقدر ما كان هو محاولة لتمرير هذا التسجيل في هذا الوقت بالذات. نعم، هل يؤكد ذلك أن هناك صراعاً بين أجنحة النظام الإيراني، صراع فعلي ومنافسة حقيقية؟ أعتقد نعم، يعني هناك صراع كبير منذ اغتيال سليماني. سليماني كان ممسكا لملفات النفوذ الإيراني في خارج إيران، وإضافة لذلك هو من عمل على محاولة توجيه دفة القيادة الإيرانية للملف النووي الإيراني وبعد خروج ترامب. أعتقد بعد سليماني هناك صراعات داخلية، بغض النظر أن هناك يعني انكفاء، لكن هذا الانكفاء هو بسيط جدا وضعيف للنفوذ الإيراني بحكم الضغوط الاقتصادية بشكل واضح وأيضا ضغوط داخلية، لكن هناك صراع. أعتقد أن هذا الصراع يتجلى بشكل كبير جدا. هناك دائما كان محاولة لتغييب دور الخارجية الإيرانية في الفترة الماضية، إعطاء دور أكبر من جديد للحرس الثوري سواء في سوريا أو في اليمن. هذا الأمر يدعونا للقول أن الصراع صار أكبر خلال فترة تولي بايدن، لأن بايدن يحاول التوجه أكثر للاتفاق النووي، لكن بخسارة كما يراها التيار المتشدد. هذا أمر طبعا يختلف بالنسبة للتيار الإصلاحي، لذلك نعم، هناك نقاط صراع كبيرة بين الإصلاحيين والمتشددين سواء في الاتفاق النووي وما سيتبعه من طلبات أمريكية بتخفيف النفوذ أو الانسحاب الإيراني من سوريا ولبنان. نعم. طيب أستاذ مالك، خروج هذا التسجيل في هذا التوقيت بالذات وبالإضافة إلى بعض التصريحات المتناقضة للمسؤولين الإيرانيين، هل تظهر تراخي قبضة خامنئي على النظام الإيراني والأجنحة المختلفة؟ يعني أعتقد هناك تناغم ما بين خامنئي والتيار الحالي الذي يحاول أن يعني ينسف وجود التيار الإصلاحي. الفكرة في هذا التسريب أو حتى أيضا محاولة الضغط أكثر على الجانب الإسرائيلي والأمريكي والتصعيد هو محاولة لتسيد كل الملف المفاوضات. لا أعتقد أن هناك تخفيف لهذه القبضة. أعتقد أساسا وجود ظريف في سباق الانتخابات الرئاسية هو فعلا من سيخفف هذه القبضة، وهو فعلا من سيؤثر سلبا على هذا النفوذ. أعتقد هناك
يعني رغبة في إبعاد وجود ظريف حتى على الخارجية. أعتقد أن هذا التسريب وما تلاه من تصريحات لمسؤولين إيرانيين حتى وصل إلى حد الاتهام نعم باتجاه ظريف، أعتقد أنه محاولة للتصعيد أكثر، وقد يكون هناك أيضا طيب تداعيات على كرسي ظريف في الخارجية. بالنسبة لمحادثات فيينا، هل ننتظر نتائج وفق ما نرى من إصرار إيراني على موقفها باختصار لو سمحت؟ لا أعتقد ذلك، يعني لا نتائج مرتقبة سواء من الجانب الأمريكي الذي لن ينتظر الآن أي خطوة إيرانية، وإيران أعتقد أن التيار المتشدد يتجه إلى ليس التصعيد ولكن المناورة أكثر، ولا رغبة لديه لإنجاز أي خطوات نعم، إيجابية في هذه الفترة. أشكرك جزيلا الباحث المتخصص في الشأن الإيراني السيد مالك الحافظ عبر سكايب من غازي عنتاب، شكرا لك.